على صعيد التعاون، حيث يشارك وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم في أشغال الدورة العادية 38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، هذا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. ويعكف هذا الاجتماع على دراسة مجموعة من التقارير، أهمها تلك المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية القارية الإفريقية المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعروض حول أنشطة مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي خلال السنة الماضية. كما سيقف المجلس التنفيذي عند تقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاتحاد الإفريقي، وسيتولى تحضير أشغال الدورة العادية 34 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها يومي 6 و7 فبراير الجاري بواسطة تقنية التحاضر عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19.